تحية طيبة لكل متابعين شاشة الزاكروس الفضائية. تواجدنا اليوم على خشبة مسرح رشيد لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح العربي لدورته 14. رافقونا والتفاصيل. مهرجان المسرح العربي لأول مرة يقام في بغداد. سبقت هذا المهرجان 13 دورة، آخرها كان في المغرب العربي. هذا المهرجان في بغداد هو الأكبر والأضخم من حيث كل التفاصيل. هناك يعني عروض تتنافس ضمن المسابقة، وهناك عروض أخرى هي بالتوازي تسير مع المسرح. للعراق 3 عروض مسرحية تدخل ضمن التنافس المسرحي. هناك عدد كبير من المطبوعات والتأليف المسرحي أيضا لعدد كبير من المثقفين المسرحيين العراقيين، تكون ضمن المعرض الكبير الذي يقام على هامش هذا المهرجان برعاية دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاعر السوداني، ومتابعة حثيثة من معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار أستاذ أحمد فكاك البدراني. ستنطلق إن شاء الله بالمستقبل القريب فعالية مهرجان المسرح العربي، طبعا هذه الانطلاقة 14، النسخة 14 منه. سيكون هناك نقلة نوعية حقيقية في عالم المسرح في العراق والعالم العربي. هذه أعتبرها حلقة تواصل مهمة جدا لإظهار الوجه الحقيقي للمسرح العراقي الذي ظلم طويلا، وكانت هناك له بعض التوقفات في هذا المجال، لكن إن شاء الله سيكون انطلاقة حقيقية وقوية في هذا المجال. طبعا ترحيب عالي بالأشقاء العرب في هذا المهرجان، للهيئة العربية أيضا للمسرح، أيضا هناك اهتمام كبير بها، وإن شاء الله ستكون لهم فعاليات مهمة جدا، ويعتبرها انطلاقة حقيقية لفعاليات أخرى إن شاء الله بالدائرة السيرة من المسرح. يشكل هذا المهرجان فرصة طيبة لتداخل الثقافة الرسمية مع الثقافة الشعبية، والجانب المهني مع الجانب الأكاديمي، رفعة الفواصل بين حدود الفن المسرحي، هذا من جانب. من جانب آخر فرصة لأن يحتضن العراق المسرح العربي، وتتضاعف هذه الفرصة عندما يأخذ المسرح العراقي مداهل أبعد من خلال مهرجان عربي يحضر في العراق. المسرحيون العراقيون متقدمون في كل مكان، متقدمون بطروحاتهم، بمستويات أعمالهم، بقدرات أداء الممثلين، برؤى المخرجين، بتأليف الكتب. كل هذه الآن هي فرصتها أن تكون في العراق، وبالتنافس والموازاة، لأن المهرجان يتضمن عروض تنافسية على المسابقة وعروض موازية. العراق في كل الميادين قادر على إثبات جدارة والتفوق. هذا المهرجان فرصة طيبة بذلك الاتجاه. المؤتمر هو وضح وأعطى نبذة عما سيجري خلال أيام المهرجان اللي هي ستبدأ يوم 10 بالشهر إلى 18، وتتضمن مسرحيات، عروض مسرحية وندوات وجلسات نقدية وطرح كتب، توقيع كتب مؤلفات عراقية وغير عراقية.